رح لك شغلي عن سردي. صلي شي أقل من 30 سنة بشتغل. ما في فرقة؟ عم تسمع الفرقة؟ ما بعرف إذا فرقة أو قوس. غريب. حكي؟ عم بقوص فرقة؟ نو سي Comment tu sais? C'est énorme que ça se fasse en premier lieu de l'épisode. Et j'ai même fait Raphaël, Habib Azouri et Jean. لا مش حبيب عزوري عزوري حبيب غفير حبيب اه ما في هايفن بالاسم هاي مام قول هاي للكاميرا تعا 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 هذا ابني قول هاي للكاميرا هاي j'ai eu le temps de réfléchir sur la condition humaine Ladies and gentlemen, معي قدامي ميديا عزوري من سردة After Dinner. Welcome to سردة. Bonsoir, معين جابر من سردة After Dinner. للأشخاص اللي هلأ عم بتسمعوا علينا وعم بيحضرونا, مثل ما بتعرفوا صرنا نحن على the Omicron variant. قاطعين كم variant نحن هلأ؟ في الألفا, في الدلتا. كان في ال كان في البيتا, ألفا, بيتا, دلتا, دلتا. كان في لامدا وكان لامدا. في هند وهلا وصلنا كان في لامدا لامدا ايه, ايه من ايه من البرازيل من البرازيل ايه, ايه صح. والأوميكرون هو أخدوا letter 15 تبع ال 15 تبع ال ما بعرف كيف بيقولوا الأحرف 15 هيك بيقولوا أحرف 15 من الجريك ألفابت بس نطوا اثنين كان في اثنين كتير صعبين نلفظهم أصعب من أوميكرون إيه أوميكرون أوميكرون أنا بعرف أنا بعرف أوميكرون لأنه كان في بلانت بفيوتشراما برنامج اسمه فيوتشراما مش برنامج مسلسل معمل من مات جرونينج تبع The Simpsons كان في alien race من أوميكرون per CI8 so أنا أول واحد بعد استوعبت شان أوميكرون It's a planet? It's a fake planet يعني It's a fake planet Okay so بلشنا نحن كنا أول واحد كوفيد ألفا تذكر وبلشنا نسوي سردة من سنتين تخيل كنا مفتكرين راح تضل لكل القصة هيك أبو شهرين وبعنا بالكورونا إيه بعنا بالكورونا صار في فاكسين باسبورت صار في كمان حكي إنه راح يحطوا مايكروتشيبس بإيدين العالم كرمال يبين الفاكسين باسبورت بلا ما تطلعي من تليفونك إيه هذه شوي ديستوبيا عم تطلع إيه شوي بلاك ميرور بس انه ان شاء الله ما نوصل له دجا هيك ومش عم نخلص من الانتي فاكس فشو بدك بعدين كارثه او لك هذا اخر فاريانت نقطع فيه هيدا الحكي اللي عم بيصير بالبلد اخر فاريانت بركي قبل اخر واحد خلص لو ديبي دو لا فان يعني وصلنا للاخير تخيل ما بنعرف شو في يصير فينا يعني بس لانه بعتقد مع الاوميكرون فاريانت يعني في كتير عالم كانوا ما كتير كانوا عم بيمرضوا يعني كان ما حتى كان عندهم عوارض في عالم ما كان عندهم سيمتومز ابدا في عالم بركي مرضوا شوي يلي عملوا الفاكسين عاده لا بعتقد في ناس تعذبوا بس في عالم ما عندهم الفاكسين ما اخذوا الفاكسين ايه انتي فاكس يعني ما بعرف اذا فيك تسميهم انتي فاكس لانه هلا اتس ليبل بفتكر منهم مثل الامريكان او الانتي فاكس الفرنسويه او الانتي فاكس اللي لا بس نحن كمان كان في رالي كان في مظاهرة أنتي فاكس بلبنان عملوها بساحة الشهداء إذا ما غلطان كان في خوري كان في خوري بشبه جينو رايدة إيه لا ووسيم وملهم كمان هيك كوكتيل من اثنين بس إيه في حد بعرف حدا معي من الفاكس بس طلعوا كلهم يعني مؤمنين متدينين كتير ما بعرف شو بيأمنوا ما بعرف ليه ما بعرف ليه كل أنتي فاكس كمان بيكون خصو بالدين أو لك بعتقد ما بعرف بس إنه إذا فينا نرجع لورا شوي هيك نرجع نتذكر كيف كنا ولا وين وصلنا يعني وقتا كنا نطلب دليفري وكان يجي الدليفري يعني وكنا نتصل هيدا مع البيهيفير تبعنا التصرفاتنا ما كانوا مثل قبل يعني
ما نحن دايما بنرجع بنتذكر من قبل يعني okay. بنقول ايام 1005 وهيك 100%. لما بلش الكورونا اذا بترجع بتتذكر 1500 بي سي بيفور كرايسيس حلو هاي ثانك يو او برافو معين. اذا بتتذكر لما بلش الكورونا كان في شو كم كيسز كم عدد ما كانوا كتار ايه 5 6 بس شو بتعرف اذا الدوله عم تكذب عليك كمان يعني بوقتها ما كنا عارفين شيء اوكي كنا ما كنا عارف شيء مش لا. بس بلبنان وين ما كان اوكي بلشت بووهان بكان كانون ديسمبر 2019 وبلشت وهيك ونحن فتنا باللوك داون بس كنا كتير هيك على الخط تذكر على السكه ايه ماشيين على السكه ماشيين بدكم بالبيت اذا بدكم بالبيت بتموت ستكم ايه وبتغسل ايديك وبتغني هلا هلا هو او هابي بيرثدي تو يو حسب شو مش برام بس يلكس امه شو بتحب او شو ما بتحب ايه كنا نرش هيك كنا نطهر كل شيء تروح على السوبر ماركت طهر الغراض وقتها كنا نلبس كفوف كمان مش بس الماسك الكفوف وكنا نطهر الدليفري وما كنا نسلم كان في عنا تلبس مثلا كفوف سود هيك يبينوا انه كول ايه هيك جانج وفي كتير ناس هيك وكمان الماسكات صاروا بعدين كيتوا يتفننوا على الكمامات ما بعد تتذكر يبيعوا الكمامة كمان بالدولار قبل ما تقشط اللي قبل ما تقشط هلا بدك بيع كل وقت اذا بدك تشتري ماسكات يعني كمامات بس انه كنا عنا هيك كنا خايفين كنا نشيل الصبابيت قبل ما نفوت على بيوت الناس حتى الناس كنا نطهر الصباط كنا ايه مزبوط تذكري ايه كنا نطهر الصباط ما كنا نبوس بعضنا ما كنا نسلم مع بعضنا كنا نخاف كنا نمشي على الطريق اذا بدك تروح هيك تمشي تعمل رياضه شوي بعد عن بعد مع الماسكيت وكان في هولي ايه هولي الفيس شيلدز الفيس شيلدز يعني وفي ناس كانوا يلبسوا اوفر اول انا بتذكر كنت رحت تحت البيت لقيت مع رفقاتي كل واحد كان قاعد على بنش ايه اوكي يعني كنا بعد من بعد شي مترين ثلاثة ومرة حدا اجا كان لقيت الفاريانت كان لقيت كورونا بس من امريكا يعني اول ما بلشت هونيك اجا هذا الشخص كان وقتها صح ومشي حاله بس اول ما اجا قدامنا بطلنا نحكي طلعنا فيه سلم علينا هو حس انه في شي غلط وكفى مشواره يعني تتذكر باول ما بلش الكورونا الناس كانوا يلقطوا الكورونا كانوا إيليان لأنه ما كانوا يقولوا للعالم كانوا يستحوا تعرفي إنه تانيا لقطت الكورونا بس بليز ما تخبري ما تقولي لأنه قلت لي كأنه عيب ليه عيب لأنه ببرهن إنه ما عملوا يلي مفروض يعملوا مثلا إذا طلعت كورونا يعني أنت وسخ أو مجوي أو ما عملت يلي مدري شو عامل هلا وصلنا لمرحلة يلي مش لقيت هو الإيليان صح. يعني اليوم اذا بترجع بتشوف شو صار بالاعياد اوكي يلي مش لاقيت الاوميكرون هو كان ايليان صح ولليوم يلي مش لاقيت الكورونا ولا مره من سنتين اوف ايه مثل نيو فروم ذا ماتريكس عم بيعمل دوج مثل كارلا صاحبتي بعد ما لقطته بدا على الخشب ما لقطته وفي ناس لقطوه مرتين ثلاثه اربعه بس انه بالاعياد لا مش اربع مرات لا ثلاث مرات على الاوميكرون فيك تلقطه مع الاوميكرون لانه اوميكرون ما خلص امونز كم مره لقطته ثلاثة سلامتك أموت بس لا صحيته صارت نيحة الحمد لله بس إنه بالأعياد إذا بترجع بتشوفها من شهر يعني الناس يلي ما كانوا لقطين أوميكرون كانوا مزروبين ببيوتهم في عالم إجوا من مثلا أمريكا ومن فرنسا ومن أستراليا على لبنان أول ما وصلوا على لبنان لقطوا الكورونا وبقيوا جمع حجروا حالهم وبعدين بلشوا يظهروا تخيل الناس إجوا كانوا عارفين انه عندهم الاوميكرون وبوقتها لما كنت بدك تفوت على لبنان ما كنت عايز بي سي ار اذا كان اخذ اللقاح اجوا فضلوا يجوا مع الفيروس يجوا يقعدوا بلبنان 5-6 ايام بس يكونوا هون لانه اذا لقطينه خلاص راحوا الاعياد وراح كريسمس وراح نيو يير في كتير ناس عملوها هلا ما بتنعمل بس انه في كتير ناس عملوها ف Is it the last? بعتد ما بعرف بعتد هذا كان أغرب نيو يير شايفينه يعني في عالم اللي ما كان عنده كورونا بقيت ببيته والعالم اللي كان عنده كورونا بلشت تظهر وتسكن في يلي كورونا بارتيز قبل. إيه كان في كورونا بارتيز يلي كانوا لقطينه الأوميكرون أوكي كان في الناس يلي ظهروا لأنه كانوا لقطينه قبل سو مش خايفين بقى عنده المناعة antibodies. إيه وفي الناس مثلنا يلي ما يش لقطينه مش عارفين شو بدنا نعمل ومين بدنا نشوف أيه. وفي ناس كانوا خايفين كمان يظهروا بمحلات ويلقطوه لأنه عندهم أنا بتذكر وقتها رحنا هيك على مطعم شفنا رفقاتنا وكل واحد يعني كان ما كنا نتسلم عليه
مقرب عليهم يقولون لا ما تعطلوا هم لقطوا من جمعة هلأ طلعت من البيت من كم يوم سو معلي سو كنا نعبطهم كان في طولة كلها قالوا لنا ما تعطلوا هم نحن كلنا لقطنا سو صرت يكون لقطوا سوا كلنا يعني من سنتين لليوم يعني هلأ منسلي مع بعضنا هيك أوكي أو هيك من بعيد بوسيط من بعيد أوكي وأول سؤال بتلقطه بتسأله للشخص إذا بتشوفه لقطه عندك ايه؟ امتى لقطته؟ امتى؟ من جمعة اوكي فيني بوسك تخيل وصلنا نعمل بي سي ار مثل ما بنعمل غير شيء يعني. كم بي سي ار صار لك عاملة؟ انا بفتكر بطلت عد لانه بيقولوا بالفرنساوي كونت اون ايم اون كونت با يعني لما بتحب ما بتعد وصلت بفتكر قطعت 80 80 بي سي ار؟ ليه 80 بي سي ار؟ لانه بدك ترجع لورا لا ما قبل كنت لازم تعمل شيء 2-3 يعني توصل أول شيء لما كنت تسافر أوكي رجعنا أصلا هلا بس لما كنت تسافر لازم كنت تعمل 4 أول قبل ما تطلع الطيارة أول ما بتخط بالمطار ترجع أول ما تطلع الطيارة بالرجعة وبالمطار أوكي هلا بالمطار حقه $30 بتعرف لأنه مش عارفين كيف بدهم يقرطونا وبدك تدفع بكريديت كارت لأنه كل اللبنانية عندهم كريديت كارت مع فريش دولار مزبوط بتعرف أنه في طيارة وصلت من جمعة في ناس كبار بالعمر ما قدروا طلعوا لأنه ما عرفوا كيف بدهم يتسجلوا على هيدا الفورم يلي لازم تتسجل عليه قبل ما توصل ما معهم مصاري نص الطيارة ما طلعت أيوه بس لا تعرف أبنت لي المصاري اللي كانوا اللي طلعوهم من وراء البي سي ارز على أساس اللي أمي إيه اللي رح تعطي هالمصاري للجامعة اللبنانية كانوا بقيمة بعتقد $50 مليون مزبوط وآخر شيء قالوا إنه رح يعطون 10 مليون إيه والبيع $30 مليون إيه مثل العادة بس تخيلي يعني ما في هيدي الدولة اللبنانية ما بتعرف تعمل شيء غير تسرق إيه لا ما بتعرف تعمل غير شيء مثل يعني الدولار حدا بيفهم ليه الدولار ولا ليجستيشن ولا شيء ولا دولار 33 23 35 ما بعد ما وصلنا لل 35 ما بتعرف مين عم بيلعب بمين ما بتعرف اذا عم بيعملوا هيدي للانفليشن ما بتعرف شيء فلنرجع على موضوع البي سي ار من عدا ما كل ما بتكون كا كونتاكت ما بعرف كيف بتقولها بالعربي اوكي مضطر تعمل لانه بتخاف تنطر يومين ثلاثه اوكي بتضل بالبيت ما بتشوف حدا لترجع تعمل بي سي ار بعدين لما صار في تفجير بيروت بأربعة آب كنا دايما كنا كل الوقت بالشارع فكنا لازم نعمل بي سي آرات لأنه كنا عم نشوف ناس ومكش كل الناس اللي بسين بتذكر وقت فتنا على خيمة ميدسان سان فرونتيير مزبوط كان في واحد لحام منه دكتور فوت لهذه مخارب وبعتد وصل لمخاعد ميغي و ذكر لما طلعت شفتيني عم ببكي قلت له شو صاير فيك وانا كل ما بوز البنت مش ماشي حالي بليز 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 ما توجعوني بليز ما توجعوني بعرف انه رح اتضايق خلص تعودنا شوي بس انه من بي سي ار لرابيد تيست يعني حياتنا تغيرت لدرجه اوكي يلي بيقدر يسافر اليوم كل يوم بغيروا انه كل يوم يعني هلا اجاني انا مساج مش من زمان انه اذا بدك ترجع تفوت على لبنان اذا انت مسافر فيك تفوت بس مع رابيد تيست بطل فيه بطلت مجبور تعمل بي سي ار قبل كنا نفوت على لبنان بلا بي سي ار رجعوا حطوا البي سي ار رجعوا حطوا $30 قبل كنت بتسعر التيكت انت وعم تدفع التيكت بيكون في هيدا انا هيك صار فيه غيروا القانون وصلت على المطار قالوا لا ما فيك تطلع الطيارة ما كان مفروض تعمل بي سي ار بس اذا ما بتشيك كل يوم ما فيك تعرف شو عم بيغيروا بعدين عندك ال 24 ساعة تعمل بي سي ار قبل 24 ساعة اليوم اذا بدك تروح امريكا 24 ساعة فبدك تعمل بي سي ار اذا مسافر التنين كيف تعمل الاحد في عالم كنت كمان عم تزور البي سي ار تبعوله يعني بتدفع زيادة كرمال تقدر تطلع بي سي ار مثلا بوزيتيف كرمال ما تروح على الشغل بتدفع زيادة رواق عم تمزح في ناس عملوا هيك كيف في ناس عملوا فولس نيجاتيف هونيك الكارثة هيدا ساعات الزلمة منه حكيم بقى أكشي منه حكيم حتى إذا عم يكذب يعني أي حكيم يلي عم يمضي إيه يلي عم يمضي إذا اللحام حتى لك الكوتونتيج من خارك شو بدك تنطر من غير ناس شو بدي أقول لك بس الحياة تغيرت وبطلنا فينا نبوس الناس ورجعنا لهالمرحلة ما بعرف أو لك آخر واحد بس حياتنا كليا تغيرت ما فينا نقول شيء يعني من سنتين لليوم تغير كل شيء خاصة بلبنان. فأنت فيك تقول في شيء هلا فيك تقول
كانت حياتنا أحلى قبل؟ تتذكر أنت كيف كانت حياتك قبل ما يبلشوا كل هولي؟ وفصلنا لوقت نحنا مثل جيل أهلنا وجيل ناس أكبر منا عم نقول إف شو كنا نتسلى قبل، وإف شو كانت حلوة الحياة قبل. عنا هيدا بلبنان، عنا سيستام النوستالجيا كتير قوي. عنا دايما الجيل الأكبر منك، أو مش بس الجيل يعني يلي عمرهم بركي 10-15 سنة أكتر منك، بيقولوا لك إيه بس قبل كان أحلى. أي. لبنان كان أحلى، الجولدن إيج تبع لبنان، الموسيقى كانت أحلى. هيك ما في شك، بيقولوا اف هيدي موسيقى مش لعم تسمعوا انتو. انا هيك بقوله لابني كل الوقت. شو عم تتسمع؟ شو عم تتسمع؟ شو هيدا؟ هاي موسيقى؟ هاي الالكترو موسيقى؟ تكنو موسيقى؟ هيدا مش موسيقى. شو بدك؟ بيقولوا لك بعدين ايه السبعينات كانت احلى. وفي ناس العالم بتضل عم ترجع لورا اصلا، بفتكر كل جيل نوستالجيا احلى واحلى كل جيل. لانه اذا بتفكر فيها كنا يعني لما بتكون شاب او صبيه، ما هو احلى سنين مظبوط، فأكيد رح تلاقيهم أحلى من لما بيكون عندك هموم ومسؤوليات ومشاكل ومجوز ومش طايق جوزك أو مارتك يعني، أو عندك شغل ومش طايق تروح على شغلك. Life is always better when you're single يعني. When you're young and single. إيه بفتكر كمان، بس إنه إذا إنه يعني أكيد بدك شوف. رح لك شغلة، كم شخص سامع عم بتقول هالفترة إنه بالحرب كانت الحياة أحلى؟ هذا ما بفهمه. يعني في عالم ماتت بالحرب، في عالم انخطفت وما رجعنا شفناها بالحرب، بس أنه كانت أحلى أيام. ليه؟ لأنه كانوا هن بأزمة وكانوا يقعدوا حد بعض ويستهدل أب، وما كان في كهرباء، وكانوا عيشوا على الشمعة، العالم كانت أقرب من بعضها. إيه لأنه كانوا قاعدين كلهم بالملاجئ يعني إذا بدك. بس كمان وكانوا support group بين بعض كمان، لأنه كان بدهم يعيشوا، لأنه مش عارفين شو رح يصير بعدين، مش عارفين إذا الحرب رح يكمل، مش عارفين أمتى رح يخلص، لأنه يخلص أو تخلص. تخلص الحرب. تخلص الحرب. إيه إنه لما بلشت الحرب كل الناس مفتكرين رح تخلص بسرعة، مدة 15 سنة. فلما بتوصل لمرحلة سنة سنتين ثلاث سنين حرب، بدك تكمل تعيش. والشباب والصبايا لما كان عمرهم 15-20 سنة بدهم يعيشوا. وأنا اكتشفت شغلة خبرك إياها، لما فتت على النوستالجي والراديو أوكي الإذاعة، مش النوستالجيا بس إنه اسمها فظيع لأنه ضابط على لبنان حتى إذا هي محطة فرنسوية. سألت الناس اللي عم بيشتغلوا بنوستالجيا اللي أنا اشتغلت معهم قبل ب 15 سنة، ليه اللبنانية بيحبوا هالقد اوكي الاغاني القديم، وليه بيحبوا الـ يعني ناس مثل كلود بارزوتي. مين كلود بارزوتي؟ ما بعرف اذا انا ما بعرف اذا كلود بارزوتي بيعرف هو اصلا، خاصه هو شخصيا اذا يعني غني او لا. بفتكر هو نسي، ما في الا اللبنانيه بتذكروا هيدا يلي جنون. وقالوا لي لانه اللبنانيه عندهم نوستالجيا هول الايام، وبوقتها لما كانوا يجوا الديسكيت على لبنان ما كان في كتير ديسكيت عم بيوصلوا على لبنان أوكي؟ كان يجي ديسك زلمة مطلع غنية واحدة One Hit Wonder يعني. أي One Hit Wonder، أي خاصة بالثمانينات يعني كانت هيدا الديكيت تبع One Hit Wonder. مين هنا مثلا One Hit Wonders؟ بس هيك small tangent، مين في One Hit Wonder كتير معروف بالثمانينات؟ كلود بارزوتي بفتكر غنى غنية أو اثنين، and when the rain begins to fall، عم جاب بتذكر debut soirée، هولي كل يلي غنوا غنية تحبشت بيتر اند سلون، هولي غنية فرنسوية هلا عم بتذكرهم عم تعمل لي بياج. التسعينات كمان كانوا كل one hit wonders. ايه one hit wonders هيك غنية هيدي born to be alive. هذا الزلمة بعده لليوم بيطلع مصاري من ورا غنية واحدة اسمه باتريك هرنانديز. ما بتفهمني. بترجع تسمعون هولي بعد 20 سنة بفرنش نايت. ايه بفرنش نايت يعني أنا ما بحياتي فهمتهم، لأنه بسمع أغاني ما بحياتي سمعتهم لما كنت عايشة برا. فكان يجي الديسك زلمة عامل One Hit Wonder، شو بدها تعمل الراديو؟ كنت تقطع كل الديسك، فكل الأغاني تبع هيدا السينجر كانوا يقطعوا كل الوقت على الراديو. فكان وهولي الناس يلي عاملين One Hit Wonder ما كان حدا لكشهم برا، كانوا يقبلوا يجوا على لبنان حتى ب ب بفترة صعبة. ايه بفترة الحرب وهيك، لأنه بالصيف كانت تروق شوي، كان بطل يكون في قواس فكانوا يجوا. فالناس تعودوا على هول الناس وكانوا يحبوا يسمعون، ولليوم
بحبوا يسمعون. ففي شيء هيك غريب عند اللبنانية عنا نحن إنه عنا نوستالجيا كل الوقت. Perpetual state of nostalgia كل الوقت. لأنه كل الوقت بيكون عنا أزمة. إذا مش حرب أزمة اقتصادية، إذا مش أزمة اقتصادية حرب، إذا مش حرب ديزاتونتا انفجارات يعني كل اغتيالات. ايه اغتيالات يعني انه كنا عم نحكي فيها مع رياض قبيسي هذيك المره. اذا بتفكر كل 15 سنه في شيء بيصير بلبنان وبيصير في ريسيت يعني بترجع انت بتضطر ترجع تتذكر شو كان في قبل. ايام اللولو، ايام العز، ايام اللولو، ايام ال 1005. تخيل هيك عم نحكي صرنا بايام ال 1005. بس هذه منا حياه يعني، تضلك عم تطلعي لورا، ما بتعيشي بقى in the present. ايه وما ما فيك تفكر بالمستقبل كمان. ما لك حق، ما بتسترجع. كيف بدك تفكر بالمستقبل اليوم؟ شرفك بكره بدك عارف شو رح يصير. بكره ما بتعرف اذا الدولار طلع نزل، ما بتعرف. يعني الناس اللي عم بيقبضوا باللبناني قلبهم على ايدهم، مش عارفين اذا بكره قد ايه رح تكلف. ولك انجا نزل الدولار إيه من ال 33,000 بعد 5 أيام وصل ل 23,000، بلشوا يوصلوا اس ام اس، مليون دولار بلشوا يجوا اس ام اسات انه اسعارنا وطيو، المطاعم، السوبر ماركت، المي، صنين ما وطوا سعرهم. وطوا سعر هلا منيح لانه عم بي مش انه عم بياخذوا بعين الاعتبار السعر اكيد، بس يعني تخيل كيف عايشين كل يوم بيومه. ما بنعرف ما بتعرف إذا بكرة رح يجعوا يسكروا المدارس، إذا رح يحطوا أونلاين تلاجيد بيسكروا المدارس، شتت بيسكروا المدارس، أوميكرون بيسكروا المدارس، كل الوقت بيسكروا المدارس. وقتها كانت تتلج أو تشتت، كنا نحن نروح على المدرسة، ما كان في شيء يوقفنا يعني. ما كان في شيء يوقفنا أصلا. ولا الطقس ولا شيء بلبنان، كنا فاتحين لا. فاتحين لا. بس اليوم ما فينا. نحن أكتر من غير بلد. لانه اذا اليوم اوروبا وامريكا وكل البلاد العالم واسيا وين ما بدك، افريقيا وساوث امريكا، كلهم ناطرين شو عم بيصير بالكورونا، مش عارفين اذا في لوك داون او اذا في فاكسين او نيو فيريانت. نحن عنا هاي وعنا غير شيء. فاليوم وصلنا لهي المرحله. شو بدي اقول لك؟ فما بعرف انت عندك نوستالجيا على شيء؟ ما عندي نوستالجيا على شيء، بس لما مثلا بتسافري لبرا او بتشوفي العالم برا على السوشيال ميديا خاصة بتقولي اف، هالاشخاص ما عم بيفكروا بكل هالقصص اللي نحن عم نفكر فيهم. يعني وإذا كان بدنا نطلع حلقة جورج خباز، ايه هالنهار ما بقى كان في انترنت بكل ببيروت الثالثة، مزبوط نهار الأحد. ايه نهار الأحد وجيرو قاعد بطل عنده فيول. قضينا ساعات عم دقدق للعالم فتحين سنترال عم نسأل مين ما عنده انترنت، مين عايش برات بيروت التالتة كرمال نقدر نروح لعنده ونعمل أبلود للحلقة. يعني تخيل هول الأربع ساعات اللي قضيناهم أنا وياك كان فينا نقضيهم بك عم نفكر بشي تاني. ايه لأنه أول شيء لما بينقطع الانترنت بتفتكر أنه أنت الانترنت تبعك مش ماشي، بعدين بتصير بتشوف بعدين بتدقي مثلا لأوجيرو ما حدا عم بيرد أكيد. لا أكيد ها. انا فهمت لما تلفنت لاي دي ام حاطين انه مقطوع بكتير مناطق، بتصير بالتلفين لتشوف مين عنده انترنت. انا ما عندي ارسال. امك ما كان عندها كمان بجلد ايه؟ لا بس انه في ناس ببدارو كان عندهم. رفهم شو يعني بيروت التالتي؟ ما بتفهم من وين بتبلش لوين بتروح. انا ما عندي ارسال بالبيت، فاذا ما عندي انترنت ما فيك تتصل فيي، واذا انقطعت الكهرباء تليفون البيت ببطل يدق. فكنت خلص انقطعت من العالم كله. ارتحتي وقت انقطعت من العالم؟ بنكت شوي مثل ما انقطع الواتساب وهيك، بنكت شوي لان حسيت حالي انه طب انه اذا بدي اعمل شيء شو بعمل. انه ايه تخيلي انت مثلا عايشه بمنطقه ما في كهرباء، ما في ولا ضوء على الطريق، ما في ولا اشاره، ما في انترنت، شو بتعملي؟ وبالليل ما فيك تدفي حالك، ما في مزود، ما فيك تعمل شيء. هاي المشكلة. وهني بعضهم عم بيلعبوا فينا. شو بدك شو يعني كل واحد بيفكر إذا كل واحد بنق ع حالته هلا، أوكي، على المرحلة اللي عم نقطع فيها كلنا ما في حدا ما عم بيعينن باللي عم بيصير اليوم بلبنان إلا السلطة.
هني أكيد ما عندهم ولا مشكلة كهرباء ولا مشكلة مزوت ولا مشكلة إنترنت. ولادهم برا هني ما عندهم أي مشاكل, بدهم يطلعوا بالطيارة حتى إذا منعينهم بيطلعوا بالطيارة. أكيد عندهم كريديت كارت فيهم يصرفوها برا, ما عندهم أي مشكلة. طفوا بيوت السياسيين ودووا بيوت الناس, هيك لازم يعملوا. بس ما حيصير. لا وشو بيك, ما مرة انقطعت الكهرباء كل لبنان, والسرايا السرايا كان مضوى, كان قاعد فيها شو اسمه أبو مشط شو اسمه حسان دياب. ف كلنا, بس في ناس عم يعانوا أكتر من غيرهم. ما هي يعني أنا عم فكر إنه إنها كذا مرة إنه أضرب كلمة هي كتر خير الله. إيه كتر خير الله بس كتر خير الله ذات وآخر شيء ما خلص تنسي أنت شو عم تعاني منه. شفت هديك مرة شو طلع على السوشيال ميديا إنه في ست أشخاص بلبنان, ستة معهم مصاري أكتر من 80% من اللبنانية. الستة 80% 80% نحن ستة مليون. كانوا ثلاثة حريري وثلاثة مئاتي. عم تمزح؟ واحد من بيت معود. بتقول طيب وما عطوا قرش لشعبهم يعني أكيد. تخيل 6% معهم مصاري أكتر من 80%. عرف هيدا بس في شو بيخلصنا منهم؟ بس there is رح أقرأ شيء, there is a new prophet in town. هذا رح يخلصنا منهم يعني. في واحدة اسمها كارمن شماسي astrologer معروفة طلعت على اليوتيوب channel تبعها وجابت واحد اسمه نشأت مجد النور. هيدا يلي عنده هوكي مرسوم على صديحته. 100% ماسك شيء. بس ما عرفت شيء بالقصة شو صار. أوكي. Okay. He introduced himself as a religious prophet. His goal is to bring salvation to the human race all the way from Lebanon. Carmen, who is known for her television appearances, described him as wise and a guide. Okay, she labels him as a God-sent prophet who is here to save humanity, saying that he arrived at our world with a bundle of light about 2 weeks ago. Nash'at, the so-called prophet, has his own YouTube channel with around 10,000 subscribers. His first videos were posted around a year ago, and he delivers his teachings about the plant-based diet. Lebanese? Lebanese. اوكي وفيجن كارما بيحكي عن البلانت بيس دايت يعني النباتي, بيحكي عن كارما, بيحكي عن المديتيشن, كوفيد 19, عن السحر, عن التعليم, وبيبلش يقول انه مثل هذا حايك بيبلش يخبر قصص انه شو حيصير بعدين. بس هو من يعني هو ذا بروفيت, فهو اجى على الارض كرمال يخلصنا. وكمان ابيرنتلي بيستضيف بروفيتس تانيين ذات ما حدا في يشوفهم قد ما هن enlightened human beings. هني it's a bunch of friends يعني. بوتا ايه مهضومة. بوتا مهضومة وكلهم لبنانية. بس اللي حلو انه الكومنتس باليوتيوب فيديوز تبعوله شايلينهم. اكيد. لانه اصلا ما فيك تحكي مع بروفيت, بدك تتسمع له بس. فهمت كيف يعني؟ او هيدا جاي يخلصنا, وهيدي المخلوقة ما شو اسمها كارمن شو شماس. كارمن إيه؟ شماس. مصدقة هي. ما بعرف إذا عم تصدق هذا الشيء ولا بس عم تستغل. تحس حالك جواكو. على العالم إنه أوكي رح نستغل هذا الشيء ورح نخترع بروفيت جديد ودين جديد ما بتحس حالك هيك شوي بواكو هو القصص يلي صاروا بأمريكا وهيك ناس. مش بس بأمريكا, نحن كل يوم بيصير شيء قدامنا واكو وما له عازة وغريب. إنه بأي بلد معك حق جنى عمرك بأي بلد جنى عمرك محجوز ببنك وانت ما فيك تسحبي. في واحد راح البنك هدد الموظفين البنك انه اذا انت ما بتعطوني جنى عمري $50,000 رح احرق البنك, وعطوه اياهم واخر شيء سلم حاله. ايه وباي بلد عندك رياض سليمه؟ ما بعرف, انا هلا يعني عايشين بفتره كتير 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 غريبه, وعم بسال حالي اذا احلى ايام بحياتي قطعوا وعمري 30 سنه. انا تخيل الاشخاص اللي عمرهم 20 سنه بيبلش يفكر انه هن عمره 15 سنه كانوا احلى ايام. اف صعب يعني عم تقولوا. فكر بالقصص انا من وقت لوقت ما بعرف, بس اتس سمثينج فكر فيه يعني. ولا اذا بسافر بركي بتصير حياتي احسن, اذا رفقاتي بيسافروا بركي بتصير حياتهم احسن. بس هي شو الحياه؟ هي بس مصاري بس لانه وتترك بلدك وبيتك واهلك وعائلتك وحياتك. ما هي المشكله. ايه يعني بتترك البلد كرمال تقدر تعمل مصاري اكثر, وبركي هذه المصاري رح تجيب لك
فرح ولا بتبقى بالبلد بس مع رفقاتك ومع البوطة تبعيتك ومع عائلتك وإلى آخره. بس هو مشكلة إنه يعني في كتير من رفقاتك ومن عائلتك عم يفلوا كمان, هاي المشكلة كمان. يعني المشكلة ما أنك عارف بدك تقول باي للناس, ما بتفهم من يوم للتاني حدا بيقول لك خلص أنا لقيت شغل بالبلد وهلأ فيني عامل شيء كمل غير هال كمل غير مستقبلي كمل بركي شوف إنه بك أنا عمري 35 في يكونوا أحلى أيام إذا بسافر إذا بعمل شيء إذا بغير شيء. يعني ما إذا حكينا فيها قبل بغير حلقة ما بتذكر لأنه كتير نحكي وبنحكي عن كتير منتحك كتير. صعب اليوم يكون عمرك 20 سنة بلبنان. أنا لإلي في ناس ما بيفكروا فيها بس أنا لإلي بفتكر هيدا الجيل أصعب شيء لإلهم, إنه أكيد صعبة لكل الناس بس إنه تخيل بدك تفكر بمستقبلك, بدك تفكر شو بدك تعمل, بدك تأسس حياتك ومسكرة قدامك وبركي كمان لازم تعيش أهلك كمان, فبتضطر تفل تقبل معاش منه واو بس بيقدر يساعد أهلك لتبعت لهم دولارات أو فريش أو يورو من برا. إيه وما فيك تظهر, إذا بدك تظهر تظهر أكيد عم نكمل نظهر بلبنان واللبنانيين بيحبوا الحياة وبيظهروا حياة لطريقة, حتى إذا بدهم يتلتقوا مع أصحابهم ويشتروا منقوشة. يعني مش قصة إنه سهر وفقش وطقش و... لا ريلي يعني إذا بدك تفكر فيها نحن اللبنانيين بنحب الحياة شو ما يصير شو ما يصير. أوكي it's a cliche أوكي بس هذا يلي بخلينا واقفين بعدنا. ما بعرف إذا the fact إنه بنحب نظهر وننبسط ونحب الحياة واللي خلينا نضلنا واقفين بنحب الحياة. لا في عالم بقيت بلبنان وبقيت واقفة لأنه عندها كمان مسؤوليات تهتم بعالم غيره. لا أنا مش عم بهيدا عم بقوله, يلي عم بقوله إنه عم بحكي عن الشباب اليوم والصبايا اللي عمرهم 20 سنة بركي عم بيظهروا وبركي عم بيشوفوا أصحابهم بدك إيه, بس مش مثل ما نحن كان عمرنا 20. بركي بلشوا يركزوا على القصص الأسهل السمبلر, يطلعوا على الجبل يعملوا هايكس, مش ضروري يظهروا مش ضروري يصرفوا. بس صعبة ايه ساكس صعبة لأنه هلأ هالفترة بتروح على الجامعة بتدرس بتسلى بتنبسط بتشوف أصحابك بتفكر بمستقبلك بتفكر life is full of hope. ايه life is full of hope. إذا مغروم بتقول هيدا بتضل معنا وتجوز بعد 5-6 سنين. هيدا الحياة لما بيكون عمرك 20 سنة بتحلم. بعد فينا نحلم صعبة يعني أكيد في ناس بيقولوا لك إيه وبعدنا عم بحلم وهيك بس صعبة. يعني أنا أنت بتقول إنه عشتن للعشرينات, أنا بتعرف أي فترة عشتن للعشرينات؟ من بعد الحرب. أنا أكبر منك من بعد الحرب فل أون رياض سلامي يعني ما بعرف إذا كان هون بفتكر 93 ما بعرف 93 إيه كان هون بس إنه من بعد الحرب. أنا لما جيت على لبنان كان ب96 والعان كان لبنان أكيد لا والعان. أنا بس لأقول لك لما خلصت الحرب ايه بجيت على لبنان ب91 كانت صعبة شوي, اكتشفت بيروت بشي 92-93. ما كان بعرف بيروت المدينة عم بحكي ما كان بعرفها, وفي كتير ناس مثلي ما بحياتهم كانوا جايين على بيروت لأنه لما كنا نجي على لبنان بالصيفية لأنه كان يوقف القصف وهيك بهالفترة كنا نضل بمناطق وين ما كان في ما في قواس وما في ما في حرب. إذا بدك المتن الكسر وين في كان في ناس بجنوب كان في ناس بالشمال أكتر بمناطق ما كان في كتير. فأنا اكتشفت بيروت بالتسعينات من بعد الحرب, اكتشفت هالمدينة وانغرمت فيها وكان يفتحوا محلات وكل شوي يفتح محل جديد ما بعرف كيف بدي اقول لك كيف كانت الحياه بشوك. اوكي ليتس سي ترجعي على نهار بال 98 مثلا كيف كان نهارك 98؟ كان عمري 25 سنه احلى ايام. كان عندي برنامج على الراديو كنت روح عليه كل الوقت, كنت اسهر بزيت المحلات فكنت كل
كل الوقت شوف زيت الناس كل عنا بتعرف اسمك و... ايه كنا كلنا نعرف بعض كنا ننتقل من منطقة لمنطقة اذا بدأ كان في هيك شي باريت اثنين كلوب و... او واحد نايت كلوب ببيروت واحد تاني كانوا بطبرجة واحد هيك هيك كانت الحياة كنا ننتقل يعني نهار الأربعة كانوا كل الناس يسهروا هون نهار التالي ما كانت في بعد الجميزة ومرمخايل وبدارو تعرف شو انت, يعني... انت عم تقولي هالأساس عم تحكي عن التبرجة عم تحكي عن مناطق برد بيروت أول ما بلشت تحكي عن هول المناطق قلت أنا هيك أوتوماتيكي براسي بس هلأ ما في بنزين تروح بقى على تبرجة أو هلأ ما في بنزين تروح هيك منطقة يعني صار في أوتوماتيك سقف بقدي أنت فيك تقدر تفكري ينور أمين وهيك ترجع على الشباب يلي عمرهم 20 سنة اليوم يعني هذا الشخص يلي بده يروح على البحر في بحر أنا معودت له بروح له بجية أوكي طار يسكر أبكر من العادة بالموسم لأنه مع أزمة البنزين الناس بطلت تروح فضلوا يروحوا على بحور حد بيوتهم أو ببيروت أو بجونة إذا فيهم يروح على البحر إيه إذا فيهم يروح على البحر قصدي يعني إذا عندهم مصاري كمان يعني كله بطلت فيك أنت تطلع بالسيارة كله مكلبش وتقول يلا أنا بكرة رايح على البحر أو يلا أنا اليوم رايح شوف أصحابي طالع على الجبل نازل على صيدة أو بدي أخذ صحبتي أعمل كزدورة لأنه ما فيني أجيبها على البيت لعندي ما فيك ما فيك كله لازم تفكر وتحسب تحسب قبل بوقت إنه إذا اليوم رحت والبنزين وطلع كله يعني ما في ما بعرف كيف بتقولها بالعربي سبونتانيتي بقى كتير صعبة ما فيك إذا بدك تضل سهران مع أصحابك بدك ترجع بركي أبكر بالبيت لأنه ما في كهرباء و... بس العادة بالبيت كمان حلوة إيه بس أنا خيمة بدك يكون عندك خيار إيه بيصير عندك كابن فيفر بعد فترة بيكون عندك خيار بين اللوك داون وبين الأزمة الاقتصادية وأزمة البنزين و... وما في مصاري ما شعب لك تضل كل حياتك بالبيت أوكي لذيذة قعدة البيت يحو يعني نحن ببيت وعم عم نسردها بس أنا شعب لك تظهر بدك كل ما بدك تظهر بدك تفكر إذا معك مصاري بدك تفكر إذا عندك بنزين إذا ما عندك بنزين يعني بدك كيف ما بتبرمها بدك تفكر قبل طب ما في شيء مثلا بوزيتيف طلع من كل هذا الشيء يو ثينك بلا ما نبين كتير هيك كرينجي أنه إيه بأي شيء الأزمة كورونا من أي شيء ما بعرف بال ما هي بالأزمة أو بالكورونا قدرت تقضي وقت لحالك وبكي بهذا الوقت قدرت تستكشف شيء بحالك أو برفقاتك أو حكينا فيها في كتير ناس بلشوا يطبخوا في كتير ناس رجعوا بلشوا يفكروا بحالهم صاروا يحبوا قصص more simple بركي بطلنا نشتري تياب مثل قبل من عدا قصة المصاري يعني حتى إذا بدك تشتري تيشيرت بتقول لشو أصلا مش عم بظهر كتير لأشتري تياب يعني قاعد بالبيت عم بتوفري إيه عم بتوفر بس المشكلة قدي بدك تفكر بحالك وترجع انت تو هيك يعني ترجع انه تحط حالك قبل كل شيء لما بكون عندك كل يوم هو الهموم مايكرو اجريشن هيدي المشكله الميكرو اجريشن كل يوم عندك شيء بفقسك كل يوم حتى اذا انت بتوعى بكره ومرتاح لانه ما بعرف حيالا ريزن كل يوم عندك فقسه حدا عم يترك لك هي هذيك مره كنا قاعدين في شيء ما بيصير بالبلد شو صار هذيك المرة؟ أوكي في واحد اندفن صح بساحة سيسين كوكو فرقعوا وقوسوا كل المنطقة حول ساحة سيسين ومرمتر ووصل الصوت لبداره ووصل الصوت للكارنتينا ولمن مخايل لأنه هو بتعرف ساحة سيسين عتلي أوكي كنا متنا رعبة ما هي أنا اللي عم بفهم أنه بعد يعني بعد تفجير أربع أب أوكي وبعد ما صار في ولا يعني بعد ما وصلنا للحل بعد ما صار في فيردكت ولا شيء في أشخاص بفعلوا طب هذا الشيء طبيعي أنه واحد بيموت الشخص بيقرر أنه بدي أوس بالهواء أو بدي فرقع أو بدي أعمل شيء يعني شو هذا الثوت بروسس أنه هذا الشخص فيه أوكي شايف أنه كوكو مات والله يرحمه هيدا اللي بيقربوا قرر انه it's a great fucking idea قوس نازلين بيروت انا بتذكر كنت عم سوق بالسيارة وكان في هالقواس شوف عالم عم تركض على الطرقات
هي أنا فرطت بالبكي، أنا فرطت بالبكي. أنا لقيلي الفرقيع معناتها فرح، ما بحياتي فهمت ليه واحد بفرقيع إذا حدا مات. أوكي هون ما فيك، ما بتفهم شي. واحد بفرقيع تاني إذا بيجي البروفي بيقوس بالعالي يعني. شو بتقول أنت؟ أنت بتفكر يعني بتقول إنه طب هول الأشخاص ما مثلا ما عايشوا أربع أب، ما عايشوا أربع أب، ما شافوا العالم عم بتموت على الشوارع؟ هذا السؤال أنا ما بعرف. وأكيد عايشوا إذا عايشين بالأشرفية أو إنه بس هذه طريقتهم هني كمان يعبروا عن مشاعرهم، إنه أنا كمان حس حالي الرجال لازم أقوس بالهواء. بعتقد هيك، بعتقد لأنه منهم رجال وبدهم يمسكوا فرد ويقوسوا بالهواء كرمال يحسوا حالهم يرجع التستوستيرون. ما بعرف إذا بيفكروا أو بركي النساء عم بيقوسوا ما بتعرفي، بس ما بفتكر كتير فكروا. ما بفتكر، هبل ما في حيوانات وحيوانات ما بيقوصوا. نضيجها يعني ما عندهم من الاخر يعني انه مثل يعني كنت عم بقول لك يعني سوف كوكوميت ما بنعرف منو. اوكي 10 دقائق قبل ما نعرف ونفهم انه كان في دفن، الناس ماتت رعبه، ماتت رعبه. انا ابني دق لي اول شغله قلت له اياها زيح عن الشباك، زيح من الشباك. أنا قاعدة عم بشتغل وعم بكتب مقالة، أوكي فرطت بالبكي. بس في عندي رفيقة قال لي معين ليك أنه خلص فاين، لازم نكون نحن أقوى من هذا الشيء، ما لازم نكون هالقد مرعوبين من ورق واس، ومعه حق to a certain extent أنه لازم يكون عنا مناعة على هذا الأكل الخرى. أوكي بس أنه for fuck's sake man. اللي بدك تقوس ليه؟ بدك تفرقع؟ بعدين زيت الليلة بعتقد صار في رعد. ايه ما بترتاح. هذا البلد ما بيريحك يعني. هذا عامل لك بتذكر على واتساب جروبس العالم عم بتخاف يعني. نهار الاحد نهار الاحد بنقطع انترنت بالبلد، ترتاح بعد يومين رجع الانترنت ولع الدولار. اوكي بعد 3 ايام ما بتفهم رجع قشط الدولار. سو في ناس انقرضوا، في ناس ربحوا مصاري، ما بتفهم شيء. بتوصل بعدين كوكو بيموت، اوكي ما بتفهم شي كمان. عشيه بيصير في رعد ونحن ما بتشتي، كله اوفر دوز بهالبلد، كله هيك اكسبوننسيال، كله هيك يو نو، ما في شي هيك بيصير عادي. كسخت اجى الرعد، انا افتكرت انه حدا عم بيصورنا بنصدين البيت قد ما كان الضو جنون. كنا متنرعبه. بس أنا مثلاً أوكي مش ليه. بس إذا مثلاً هذا ميديا اللي كانت بال 98، إذا تسمعك عم تحكي بهالطريقة ما بتقول تشد حالة شوي ولو يعيب الشوم يعني. هول الأشخاص اللي بركي معاشوا أربعة عم بيسمعوا علينا إن إحنا عم نحكي، عم بيقولوا هلا طب شدوا حالكم يا جماعة ولو رعد. شخص ب 98 تعرف شو بقول له أو شو بقول له؟ تعرف شو عشنا من 98 أنا شخصية من 98 لليوم؟ عشت كم سنة حلوين. 2005 صار في اغتيال رفيق حريري، بعدين سمير قصير اللي أنا كنت أشتغل معه، فكتير أثرت لليوم. إذا بحكي أكتر من دقيقتين عنه ببكي. وكل الناس يلي قتلون من بعده. 2006 حرب مع إسرائيل، حرب تموز، بعدين 7 أيار، بعدين أزمة الزبالة، بعدين تهديدات وانفجار من هون وفواتور بيجي من هون والطيونة مش من زمان لا يعني وصلت بتوصل. بعدين ثورة، بعدين أزمة اقتصادية، بعدين حجزوا مصرياتنا بالبنوكة، بعدين 4 أب يلي بدو يقلي شد حالك أو شد حالك بخلعوا كفين. أنا اليوم سو يضل ب98 ويعيش بلالا لين. عشانك لعن تلجأ للنوستالجا هاي. ما بدها تفكر يعني، بدها ترجع للمايندسيت اللي هن كانوا فيها بال98 بهيدي اللي هيك الكوكعة تبعيتهم، الهندسة المالية، الفاينانشال انجينيرينج، الكذب الكبير اللي خلت الألف الليرة للدنيا تضل على 1005، و هول الاخوات الشرموطة عم بيسرقوا وعم بيمصوا دمنا. And it's everything is fine, everything's okay. ليرة بألف خير، ما تعطوا لهم. ما ترجع لهالقد لبعيد.
على انستغرام وفيسبوك شو بيجاوا دائما بيعملوا لك الميموريز تبعولك. ما ترجع ل 10 سنين 20 25 سنه لورا، رجع من 3 سنين رجع شوف صورك. Look how you were. ليك كيف كانت معين انستغرام، ليك شو كنت مبسوط. بذكروك الستوريز تبعولك ل 3 سنين لورا، شو راح يصير بهالسنه؟ ما راح يكون عندك كتير نايس ميموريز. ايه نحن مثلا نرجع لورا بنشوف مثلا 2019 ثورة، العالم على الطرقات كذا، بعد سنة اللي بيختفوا. 2020 بعصة 2021 بعصة تانية. يعني شوف رجع شوي، ما تطلع اي كنت عم بتقول 98 20 سنة من بعدها 2018 وين كنا عايشين؟ كيف كنا عايشين؟ كان في مشاكل، كان في ناس فقرة، كان في ناس عم بيجوعوا، كان في تعتير، كان في تعتير، بس الحالة ما كانت مثل هلا. فاليوم وما كان في سياسة، هلا صار في سياسة. وهذا ما بلشت بس من 2019، عم نحكي كمان من وقت الربيع العربي. يعني كل هذا الوعي السياسي بعتقد ما رح بلش، ما بعتقد. شو قصدك بما كان في سياسة؟ يعني ما كنا نحكي كتير بالسياسة، أو أتليست أنا وياك أشخاص بركة ما كانوا كتير منخططين بالسياسة، كانوا بس يعيشوا حياتهم وما يفكروا مرتين. إيه هاي اللي الغلطة تبعيتنا. يعني إذا كنا عم نحكي سياسة من قبل ما كنا خلينا. إيه بعرف، بس كمان في الأجيال القديمة كانوا يقولون لا ما تفكروا بالسياسة، ما تفوتوا بهذه الشغلة، شو بتكون فيها ما العازة كلها هيدا، بس إنه the system is working، ماشي الحال. If it isn't broken don't fix it. عرفت كيف؟ كنا نحن discouraged. اي ما تفوتوا بالسياسه، ما تفوتوا بهالقرف. هلا انفجرت بوجنا literally، اي وصار لازم نفكر مرتين، نحفظ اسامي هول السياسيين، نفوت بالتقنيات. هلا مش صعب تحفظ اساميهم لانه زيتهم صار لهم اكثر من 30 سنه، يعني هول جديد ما لهم عازه. هول الوزراء مثلا اللي بيجوا، انا يعني ليه بدي أعرف مين وزير مدري شو، أو وزير كذا، أو محافظ هنيك، أو رئيس بلدية هنيك. ما كنت unnecessary information، سو كنت صرنا مهتمين أكتر بكتير. مزبوط معك، you know, which is a good thing وبركة a bad thing، لأنه في أشخاص بيقولوا لك أنا مش ضروري أعرف كل هول التقنيات كرمال أقدر أعيش حياتي، بس لازم صوت لهم وبعدين بكفي حياتك. أنا ما في شيء، as long as they deliver their promises، as long as ما بيكذبوا علينا وبيعملوا اللي قالوا رح يعملوا. وكيف بتفسر انه في ناس بيعرف؟ يعني انا هيدا يلي بيدوخني، بلد مجنون، لح واحتلم نحن مجنين. كيف بعد فيك تفسر انه نحن رح نوصل على الانتخابات بعد 4 أشهر؟ ايه شباط مزبوط، ادار، نيسان، ايار، رجعوا حطون بايار 4 أشهر وعارفين انه رح يرجعوا، بلكي مش كلهم بس أكترية. ما بتعرفي، ما بتعرفي. إن شاء الله من تمك لباب السما مثل ما بيقولوا. أنا جو سوي أن بو ديزابوزي. شو يعني ديزابوزي بالعربي؟ هيك ما disenfranchised، يعني خلص. لا ديزابوزي صار في إهمال يعني شوي. لا أنه خلص. هلا إلودي هاي إلودي بتحط لنا إياها بالعربي تحت بالسبتايتلز، شو يعني ديزابوزي؟ يعني الأشخاص اللي عم بيتسمعوا، ايه صار في إهمال، صار في خلص إنه عم تستلشق شوي بالأمور، مش هلأ اللي فاتت بالسياسة. مش تسلمت، بس إنه بحس إنه كتير. تعرفي ليه؟ هي مش قصة تعبتي، يعني بعد حتى لو منك هالقد involved بالسياسة بقى مثل ما كنت بال 2019 بعد 2020 2020 أكيد بركة كمان لحد ما 2021، بس بعدك حتى عاملة بركي الخيار الصح، يعني بعدك رح تصوتي، بعدك حتاخذي هول الخطوات. اوكي اكيد من قبل ما كنت تعملي هذا الشيء، بس اللي عم بقوله هو رحنا من الماكسيمم انه كل يوم ننزل على الطريق ونفوت بالسياسه ونقعد بالخيام ونحكي مع العالم ساعات 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 بالاجتماعات بالاجتماعات، ولا هلا اخذنا خطوه لورا قلنا اوكي لازم نضلنا عم نفكر بالسياسه، بس لازم نفكر بحالنا قبل. سو هذا ما انه استلشاء او اهمال او خلص استسلمت، it's reprioritization of things. اوكي بس you're still going to do the right thing لما بيجي الوقت. شوف
روح سويت أكيد رح روح سويت روح سويت لل للتغيير أكيد أكيد ما يعني ما رح فكر فيها ثانية. حطلع بسيارتي روح على طرابلس وسويت هاي ما في رح روح جنوب سويت كمان كل واحد رح يروح على منطقة يعني ونحن عايشين بيروت بس إنه مو هيك 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 عم ندفع ضرايب بيروت إيه بس ما بتسويت للرئيس بلدية بيروت انت روح انا بدي روح سويت لرئيس بلدية طرابلس وانت نبطية مزبوط شو بدنا نعمل هذا البلد هذا هيك معمول فهولي رح اعملهم انا ليه عم بقول انه ديزابوزي سوري عم بقولها بالفرنسي قولي لي ما تواخذوني لانه ما بعرف الكلمة بالعربي لانه انا عشت قد ما عشت قصص بلبنان قد ما كان عندي امل وراح الامل ورجع الامل ورجع راح الامل تعبت ما فيني اقول انا عطيت كتير للبنان لانه لبنان عطيني كتير كتير يعني هذا البلد دايما تعرف دايما بالحكي منسبه منسب لبنان كس اخت هالبلد كس اخت لبنان ما لك حق تسبيه اذا ما بتكرهي ما لك حق تكرهي اذا ما بتحبي اوكي هلا فهمت عليك كنت عم جرب افهم الجمله ايه اكيد معك حق معك حق بس قصدي انا انه اليوم عنا طريقه حكي بتفهموا مثل ما لما بنقول اللبنانيه كانه نحن مش لبنانيه نحكي ومنسب هالبلد كل الوقت كسخت هالبلد والبلد هيك وهيدا لبنان وهيدا ما بعرف ايش بسخيدي هيدا البلد انا هيدا البلد عطيني كتير عطيته وعطيني كتير اذا بدك تعمل ميتافور اذا بدك تشخص البلد وتسميه لبنان اوكي بس عطليني هم نو طبيعي عطليني هم because you give a shit لا أنا بحبه لهالبلد ما بدك يروح فراطة أكيد شوف فرق عاملة ما بعرف رح أعطيك صورة عطيتها لناس ما بعرف صعبة شوي ما بعرف إذا فيني أقولها يعني أنا شو بحس لهيدا البلد بتعرف لما أول ما بتعرف إنه في شخص بعائلتك مريض أوكي وبيقولوا لك إنه المرض تبعه خطر وعنده سرطان أول ما بتعرف أكيد تنصدم وما بدك تصدق شو عم بيصير بس أول فترة أنت وهالشخص بتحاربه مظبوط you fight بعدين توصل لمرحلة حتى إذا من الأول عارف أنه ما في كتير chances أوكي لما بيجي الحكيم وبيقلك ما في أمل بقى مزبوط ما في أمل بقى وبعد في كم شهر وهول هني بس إنه خلص أنا حاسة حالي هون أنا هيدا حاسة هيدا الإحساس تبعي تجاه لبنان يعني بلدي ما مات وما فيني أدفنه لأنه بعده هون بعده هون وعم شق علي وعم بجرب أعمل يلي بقدر أعمله ما بعرف إذا فهمت علي بس هيدا الإحساس تبعي وما فيني أقول لك قدي عم بتعذب كتير صعب لأنه قد ما بدك تسب هالبلد وتقرر تفلكس إختها هيدا البلد وهذا الشعب هيدا نحنا It's home. في حدا قال لي شغلة كتير حلوة وقلت لها I'm gonna quote you one day. نقلي تركت البلد صار لها سنة ما كنت عارفة تقيت فيها بالغلط. قلت لها ايه انت عايشة برا وما كنت عارفة انه تركت لبنان. كيفك؟ قالت لها I'm sadly happy. And this is it. I'm sadly happy. الناس اللي عم بيفلوا they are sadly happy. والناس اللي بقيين هون They are sometimes happy sadly. ما بعرف إذا بتنقال. فهمت؟ ما بعرف إذا عم تفهم شو. يعني هيدا happily sad. Happily sad بيقولوا. It's weird. Happy is depressed people on the world.
هيدي كانت أرمى بتاخد العقل بالمظاهرة ب 2019. فاليوم يعني عم كل يوم أنت عدا هول المايكرو أجريشن، كل يوم في شيء بيصير بلبنان، بتنقطع الكهرباء، بتجبيج الموتر، ما بيجي الموتر، بتطلع الليرة، بتقشط الليرة، حدا بيموت بفرقه وهيك. عندك أنت مثل ما كان عم بيقول جورج خباز، في صراع، في صراع إنس بلس إنس يكون إنسان، وهذا الشخص نحن قديه كم ما قديه صرنا كم واحد ما بعرف قصة إنس ما إنس، بس يعني بعرف شو عم تقولي وبعرف أنت شو عم تحسي. أنا كنت لازم أعمل شيفت صغير، كنت لازم أخد خطوة لورا وما فوت كتير بالسياسة أو ما كتير انخرط وما عارف كل التفاصيل. في عالم أسكى مني بكتير بتفهم أكتر مني وبتنصحني بركي شو أعمل، وأكيد أنا لازم أعمل ريسيرش كرمال أعرف شو هي أفضل decision، أحسن خيار لازم أخده. بس لاحظت أنه بركي الكونتريبيوشن تبعيتي فيها تكون من ناحية تانية، فيها تكون بشغلة، فيها تكون بالمصاري بركي اللي عم طلعها، فيني حتى بمحل، فيني فيد شخص، لأنه أنا عندي الرفاهية أقدر بركي سافر لبرا وأقدر أشتغل، وما حاستحمل هالشغله. يعني ما فيك تستحي تقول انه اوكي انا اشتغلت من عرق جبيني وبركي فيني اطلع من هذا البلد، بس لانه بتطلع من البلد مش يعني رح تنسيه، right? You're not gonna forget it. وابسط شغله فيك تعمليها اذا تترك البلد هي انه ترجع تصوتي له، تصوتي لشخص اكيد ده بركي هو في يعمل تغيير، اكيد ده بركي هو بعده منخرط، اللي بعده هو بركي عم بي بعده عم بيناضل، بعده عم بيشتغل، بعده عم بيحارب. and بقولك الوقت يعني اذا بتترك البلد مش يعني استسلمتي، اذا بتترك البلد بركي عم جربت تحافظي على الحب اللي انت عندك اياه تجاه البلد، والطريقه الوحيده كلمه تحافظي على هذا الشيء is to take a step back and to focus on yourself، تركزي على حالك، تركزي على اللي حواليك، و كل واحد عم مسؤوليته، كل واحد عنده اليونيفرس تبعه صغير، and with that بركي تعملي chain event وفيك تغيري، بس التغيير اكيد بيكون اصغر من انت اللي كنت مفكرتي. مش كلهم حينقبعوا، مش كلهم يعني كلهم لا، بس بركي انه بدل كلهم يعني كلهم كلنا سوا فينا نعمل شيء، وفي باب حينفتح، وفي انجازات تراكمية فيها تصير، وفينا نتقدم نحن، مش بس نكون ناجحين كأفراد، بس ننجح كمجتمع كمان. إذا مش كلهم يعني كلهم، لازم يكون كلنا يعني كلنا. لا أنه إذا بدك تفكر فيها، كلنا يعني كلنا، كلنا لازم نروح نسوي، لأنه كلنا بالأكل خرا. نحن كلنا أكلين خرا، سوري. إيه كلنا بالخرا سوا. إيه أنا دايما بقولها، وين ما بتكون أنت لبنان، أنت لبناني، وين ما بتكون رح تاخد لبنان معك. كتبت مقال مرة، وين ما راح تروح رح تاخد أغاني فيروز معك، رح تاخد أكل اللبناني معك، رح تاخد yeah it's very هيك. ما كتير بحب أنا هول الأساس، بحب أوكي هول الرومانتيزيشن. نعرف كتير عالم سافر برات لبنان صار يسمع فيروز لأول مرة بحياتهم لأنه بذكر ما عملوا أهلهم من 40 سنة للأسف، ويلي هول الأهل يلي أخدوا معهم لبنان وين ما راحوا تتربيع عن رجعوا، مش كلهم تتربيعهم، في كتير ناس رجعوا، كتير ناس رجعوا من بعد الحرب، كتير ايه لا معك حق، كتير ناس رجعوا من بعد الحرب. ليه؟ لأنه خلوا انت واحدة منهم. انا جيت لأنه ما كنت مخلقت بلبنان وتركنا بالحرب، اهلي رجعوا انا جيت على لبنان. بس ليه جيت على لبنان؟ نيجي على لبنان، انا ما خلقت هون، ما كبرت هون، ما ربيت هون. ليه جيت على لبنان؟ لانه انا وبفرنسا كان لبنان بالبيت كل الوقت، كانوا اهلي يحكوني عربي ما كنت افهم شيء، كانوا يغنوا فيروز وصباح ووديع الصافي، كنا نسمع، كنا نحضر افلام برهان علوية، وكان في فهمت، كان لبنان هون، كنا ناكل تبولة وحمص، وما كان في كتير مطاعم بوقتها، كان في مطعمين يعملوا، كان في أكل لبناني، بس كنا نطبخ لبناني، كنا نرجع كل صيفية على لبنان أكتر ما فينا. لبنان كان بعده موجود، أخذناه معنا
ورجعنا له. وأنا جيت لأنه أهلي عطوني لبنان، يعني ورتوني إذا بدك بلد يعني أنا ما كنت بعرفه إلا بالصيفية. ورتوك the curse of Lebanon. تعرفي يعني عم فكر هلا أنت عم تحكي وأنا عم بحكي مع كل هذا الشيء، كمان أنا وياك عملنا سردة right؟ بأزمة الكورونا، بس كنا عملنا سردة نحن أول حلقة بأبريل end of March. طب بعتقد يعني عملنا شيء أتليست بيفيدنا أنا وياك، لأنه عم نتعرف على كتير أشخاص بيعقدوا من لبنان وبرات لبنان، عم نستفيد، وحتى هنا كاميرايات ومايكروفونز كرمال ما نكون لحالنا عم نستفيد. ما بعرف أمرار ما بنستفيد، أمرار منطق حنك ومننكت مع رفقاتنا يعني، بس في شيء بركي يطلع هيك إيجابي من كل هذا الخرا، و سردي is maybe a proof of concept. شوف لحلك شغلي عن سردي، صلي شيء أقل من 30 سنة بشتغل. ما في فرقة، عم تسمع الفرقة؟ ما بعرف إذا فرقة أو قوس. غريب. حكي؟ عم بأوصف رأي؟ لا، هذا سي سي كيف تعرف؟ كيف تعرف؟ سي لا فيك تسكر سي إنوم كسفة سنفرمي للإبيزود. يا جماعة، في رافائيل حبيب عزوري إجا. لا مش حبيب عزوري، عزوري حبيب، خفير حبيب. اه ما في هايفن بالاسم. هاي مام، قول هاي للكاميرا. تعال تعال، هذا ابني، قول هاي للكاميرا. هاي اجا ابني، لانه اكيد مش معقول يعني في قواس، في قواس او ما بنعرف شو عم بيصير او عم بيفرقوا، فاكيد ظهر ليسالني شو عم بيصير. سو هلا رح بعد شوي رح نعرف من واتساب جروب. البانيك حتصير بعد شوي. ايه انا هيك شفت المايكرو اجريشن. ايه ما بعرف شو كنت عم بقول لك قبل. بعتقد هلا وصلنا لاخر البودكاست، نسيت كليا عن شو كنا عم نحكي. شفت التروما كيف عم ريست لكل شيء؟ شفت اللي الحرب الاهليه ما لازم تصير، مثل ما قال رياض بيسي. كربلت. This is proof. And it's so weird it happened now. بعتقد أنا بيك يعني the more of the story مع كل هذا الشيء اللي حكيناه اليوم. كنت عم بحكي عن سردي. كنت عم بقول لك إنه صار لي أقل من 30 سنة، شوي أقل من 30 سنة عم بشتغل. عملت كتير قصص، بلشت من تحت رجعت لفوق شوي شوي هيك، ورجعت نزلت. من كل شيء عملته بحياتي، من وبكتب، وكان عندي برنامج على الراديو قلتها شي 200,000 مرة، بفتكر صاروا كل الناس بيعرفوا، حتى يلي مش عم يسمعون يلي بحياتهم سمعوني. من كل شي عملته بحياتي بشغلي، سردي أحلى شي لإلي. أنا كمان، ومش عم بقولها لأنه عم نصور سردي، ومش عم نقولها لأنا عم بقول لك إياها لإلك لسيرك عشي أصلا ماني عايزة سيرك ولا سير الفيورز تبعولنا أو الليسنرز. إيه أو الليسنرز، مظبوط. لأنه كيف بدي أقول لك، بعرف إنه بكتب وفي كتير ناس بيقروني وبحبوا يلي عم بعمله، بس بكتب بفرنساوي. فسردي it was a very big adventure for me، أعمل شيء بالعربي. يعني أنا كل حياتي كل شغلي بالفرنساوي، كان من المجلة للراديو وهيك، ولأنه إنه أنا personnellement أنا هي أنا، ولا عم بسين ولا عندي شيء مسكني ما فيني أقوله. وكمان مثل ما قلت يعني عم نتعرف على ناس، تعرفنا على ناس وعم نتعرف على ناس، وإن شاء الله نتعرف على ناس بعقده
ناس عندهم بيصير رفقاتنا باي ذا واي بيصير رفقاتنا وبتكتشف قصص وبتتعلم قصص وناس عندهم قصص يخبروها ناس من هون ناس من هونيك يعني وهيدي يلي الكوميونيتي يلي صارت حول سردة والناس يلي بيحكونا بنلتقى فيهم بيدقوا الناس يلي انا بدق لهم هاي انا لإلي تسوى مليون انا سردة غيرت لحياتي انا كمان يعني بلا صغرى غيرت لحياتي لأن فكرت انه مش بس عم بحكي مع حالي بالمراية في عالم تاني بركي عم تتسمع في عالم تاني بركي بدأت تتعلم بدأت تستكشف قصص وما بعتقد it's the end ما هتخلص أبدا كده رح نكفي شو ما يصير شكرا على سيادة مدينة